انا رايح على الشغل اعتذر من معلمي ابو عبده واخذ اجازه وارجع، لانه وعدت لامك اني ساعدها بتنظيف الغرفه. هي كثير منيح، وانا كمان ما رح طول بالجامعه، بخلص محاضراتي وبجي ساعد الماما. محاضراتك كلهم بدك تخلصيهم لتجي تساعديها لامك؟ انت انقبري، بتروحي بتحضري المحاضره هي اللي قلتي لي عليها انها مهمه كثير وبترجعي. لك شو بدك يا غرسة؟ قالت لي بخلص كل محاضراتي وبجي. وصلك بطريقي؟ ايه لا، ايه خلص ما بدك. ماما ايه 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 هلا كنت عم بسأل حالي وين كن لهلا؟ وين ما رح ما اجت؟ لسه ما اجت. عمو وين بتكون راحت هي؟ يب طول بالك امي. يلا حبيبي روح غير اواعيك. لا ولا انت خليك باواعيك ولا ما تغيره، تشتغل بهدول. ايه ماشي يا امي. ماشي بدك شيء؟ لا سلامتك. هي شو اسمها؟ اهلين حبيبتي. ليش لهلا حبيبتي؟ والله يا ماما عشقة وهيك وخلص هي اجت. يلا روحي غيري اواعيك مشان نشتغل بسرعه. يلا 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 ما رح نغير. ماشي يلا 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 ماما.